أشكر طبعا معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ومعالي الوزير الدكتور المهندس شريف. والحقيقة المحافظة أول رصدت تزايد الحالات الخاصة بالنزلات المعوية. الحقيقة يعني تواصلنا فورا مع معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، سيادته أصدر توجيهاته وتم دفع أطقم زي ما معالي الوزير الصحة نوه، وبرضو الأطقم دي اشتغلت على الأرض بالكامل. وإحنا كان دورنا الحقيقة في محافظة إحنا كنا تحت وطأة الشائعات، يعني اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت في محافظة أسوان يعني حاجة يعني غير طبيعية. الحقيقة إحنا كنا شغالين وبنعمل وحاولنا وتواصلنا كتير مع الناس عشان نوضح الحقيقة على الأرض. ويعني أنا النهاردة برضو لازم أرحب ب يعني أهالي أسوان الكرام اللي منورنا جميعا النهاردة زي ما حضراتكم جميعا شايفين، من القرى اللي هي سواء أبو الريش أو سواء قرية دراو، ودول يعني الحقيقة بنفسهم موجودين عشان يردوا على أي نوع من أنواع الشائعات اللي موجودة. وأنا بشكرهم على تواجدهم. الحقيقة الناس جت من مسافات بعيدة جدا لا لشيء إلا حبا في هذا الوطن فقط لا غير، وعشان يثبتوا لحضراتكم إن لا يوجد عندنا أي مشكلة في أسوان. وأتمنى من الصحفيين الجايين من خارج أسوان ينقلوا الحقيقة يعني بأجملها اللي شافوه في أسوان. إحنا إن شاء الله بإذن الله منتظرين بداية الموسم السياحي الشتوي، إن شاء الله هيبتدي بدأ من يوم الجمعة الجاية يوم السياحة العالمي، ثم نبدأ موسمنا الشتوي. وأنا بطمن حضراتكم إن ما عندناش ولا إلغاء واحد لأي نوع من الحقيقة الحجوزات في الفنادق بالكامل، بل بالعكس إحنا عندنا حجوزات لحد شهر ونص، مما يدل إن العالم كله شايف الحقيقة ما يحدث على أرض أسوان، وإن هذه ليست إلا يعني فقاعة فقط لا غير، ليس لها أي علاقة بالواقع. وزي ما حضراتكم عارفين أنا امبارح طبعا كنت متواجد في قرية أبو الريش وتناولت الشاي والمياه مع الأسر والأهالي وشربت كمية مياه كبيرة جدا. وكان في بعض الناس يعني بتقول احنا عايزين نطمن على معالي المحافظ، أنا بطمنكم جميعا أنا كويس وبخير واقف قدام حضراتكم دلوقتي.